هل تخطط لبناء منزل أحلامك؟ أم أنك تعمل على بناء مشروع تجاري جديد؟ كما أنك تستعد لكل ما يتعلق بمراحل العمل على مشروعك، أحد هذه المراحل التأكد من توصيل الكهرباء لمشروعك في الوقت المناسب. مرحبا بك في شركة مسقط لتوزيع الكهرباء. تسهيلا لعملية توصيل الكهرباء إلى مشروعك الجديد، سنوضح لك المراحل التي ستمر بها في الخطوات القادمة. كخطوة أولى، يلزمك اعتماد خرائط الكهرباء من الموقع الإلكتروني medcoman.com أو من أحد مكاتب الشركة قبل الشروع في البناء. الخطوة الثانية هي القيام بتقديم الطلب المبدئي مباشرة للشركة بعد الحصول على تصريح الشروع في البناء من بلدية مسقط لضمان قيام الشركة بالبدء في إجراءات توفير الخدمة في الوقت المناسب. كذلك طلب الحصول على توصيلة كهربائية مؤقتة لسكن العمال وللأعمال الإنشائية الأخرى، وتجنب التوصيلات غير القانونية من المنازل القريبة التي تشكل خطراً كبيراً على قاطن المنطقة. خلال فترة البناء عليك باختيار المواد الكهربائية المعتمدة واختيار الفني المختص المرخص من قبل الشركة للقيام بهذه الأعمال. بعد الانتهاء من مشروعك والحصول على رسالة عدم ممانعة التوصيل من بلدية مسقط، تقدم بطلب توصيل نهائي لتتمكن الشركة من توصيل الكهرباء إلى عقارك. مبارك عليك إكمال كل الخطوات اللازمة لتوصيل الكهرباء إلى عقارك الجديد. لمتابعة استهلاكك والتحكم في موازنتك، ننصحك بتركيب عداد مسبق الدفع سابق. كل ما عليك فعله هو التأكد من عمل التوصيلات الضرورية لتركيب العداد خلال مراحل البناء.